أقل ما يقال عنه بأنه ذئب من ذئاب الجمهورية بمديرية ماوية شرق مدينة تعز، وهو يذود ويدافع عن نفسه ومنطقته بصورة مشرقة وإن ضحى بنفسه، وسكب دماؤه على أرضه الطيبة التي أنجبته وأنجبت الأبطال من أمثاله الواقفين بوجه عصابة الحوثي الإرهابية التي تصورت بأنها قد ملكت الأرض والبشر وخضعوا جميعا لها. هذا البطل يمتلك عقيدة عرفته عن قرب، يمتلك عقيدة قتالية عالية يؤمن بها ويؤمن بقضيته، عمل من أجل هذه القضية ليلا ونهار، وكان يؤمن أنه لا يمكن زوال الانقلاب والميليشيات الحوثية إلا من خلال عمل مسلح ومن الداخل، ولذلك سعى مرارا أن يتواجد في محافظة الضالع ومن ثم في المنطقة نفسها وكذلك ما بين مدينة تعز، وهكذا ظل هذا البطل يبحث عن المواجهة. شكل للميليشيات حالة رعب في السنوات الأولى من المقاومة، ليس في مديرية مايا فقط لكن في السياني والتعزية، قام بعمليات نوعية. كان يعتبر محمد صادق السناوين رقم صعب يبحث عنه الميليشيات الحوثية أينما كان. محمد صادق عبد السناوي أحد أحرار ماوية، وكل أبنائها أحرارا لا يرضون بالضيم ولا العبودية، ولن يلاقي منهم العدو الإنقلابي غير الرفض والرصاص والمواجهة بالميدان، كما سطر السناوي ورفاقه عندما واجهوا حملة الباطل بقوة الحق الذي يحملونه ويدافعون عنه ليكبدوا ميليشيات إيران أكثر من 20 قتيلا وجريحا، وهم لا يمتلكون غير السلاح الشخصي وقوة الإرادة والحق. طبعا الميليشيات الحوثية أنزلت حملة بقيادة مدير أمن التعزية ومدير أمن ماوية الخاضعين لسيطرة ميليشيات الحوثي وقوة التدخل السريع. استخدمت في هذه الحملة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وضد من؟ ضد فرد واحد، ضد محمد صادق السناوي الذي قاوم هذه الحملة وقتل منهم 12 فردا وجرح 8 أفراد. فكيف لو ثارت كل عزل المديرية، كل عزل مديرية ماوية، في كل عزلة شخص يشبه هذا الشخص محمد صالح السناوي لتحررت مديرية ماوية. الإذلال منافية للكرامة الإنسانية، والكرامة بالأخير هي قرار يتخذه الإنسان، وأعتقد أن الشعب اليمني لن يصبر كثيرا أمام الإهانات والإدلال الذي يمارسه الحوثي. هناك أفراد كثيرون يتخذوا قرار في الوقت المناسب لإثبات إنسانيتهم، وهذا نموذج من النماذج. لعشر ساعات من المقاومة والمواجهة الرجولية التي أخرجوا فيها ثأرهم من عصابة اختطفتهم وسجنتهم وعذبتهم ليخرجوا بصفقة تبادل، ثم ينكلوا بالسجان وعصابته عبر قطع الإمداد عنهم لفترة، ثم يختاروا الخلود في السماء والأرض، وليبشروا بأن الثورة على الكهنوت ستشتعل بين كل أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، وقد قربت بالفعل. وما ثورة السناوي وزملائه إلا تباشيرها.